أعلنت السلطات الصينية تعافي المواطنة الصينية جيانج من فيروس كورونا الجديد بعد خروجها من مستشفى سيانسا المركزية ونجاح رحلة علاجها من الفيروس القاتل، حيث قالت جيانج 44 عاما في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية أنها ولدت في مقاطعة وشان جنوب غربي الصين وتعمل في مدينة ووهان معقل انتشار الفيروس القاتل. وكشفت جيانج قصتها مع المرض قائلة أنه في يوم 15 يناير الماضي ذهبت إلى المنزل للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، ووصل زوجي إلى محطة سكة حديد المقاطعة لمقابلتي، وعندما رأى أنني لست على ما يرام نقلني على الفور إلى مستشفى محلي، وبعد عدة أيام من العلاج لم يكن هناك تقدم أو أي نتائج إيجابية، وفي 21 يناير تم نقلي إلى مستشفى سيانسا المركزية حيث تم عزلي وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد كورونا، وكنت أول مريضة بهذا المرض، مؤكدة أن الأطباء والممرضات عاملوني برعاية صحية خاصة. وأوضحت جيانج أن الأطباء أجروا علاجا مضادا للفيروسات ومضادات للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، وفي الأيام الأخيرة تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل. بعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنك الخروج من المستشفى، ولم يأخذ الأطباء المال على العلاج. واستطردت جيانج: يسألوني ما إذا كان المرض فظيعا، أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة. من المهم جدا ارتداء قناع وتغسيل يديك كثيرا، مشددة على إذا ارتفعت درجة الحرارة وبدأ السعال وأعراض أخرى فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور، مؤكدة أنه لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد وفعل ما يقوله لك الأطباء. يجب أن نثق بالأطباء، وحينها سوف نتحسن بالتأكيد.